حلقة الليلة روعة وتتم لما بدأناه البارح. غادي يدخل ما بيناتهم وتيقول بديت كنتلف، شنو تيقع لهذا القوم؟ الخيام كطير والقدور تكفى والناس مرعوبة وكتجري. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم من جديد في حلقة اليوم. كنتمنى لكم تكونوا بخير ولا خير، أموركم هانية. خلينا ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. هما العرب والقبائل بدوا كيخافوا من رسول الله، ولكن اليهود ما غادي يتهناو حتى يلقاو شي مؤامره اللي هي ناجحه ضد رسول الله وصحابه. 20 من سادات بني النضير اللي خلاهم رسول الله ومازال ما تردعوش وما قدروش يتعلموا من الدرس اللي داز عليهم. 10 منهم من السادات ديالهم بدوا كيحرضوا القبائل على رسول الله. اول خطوه غادي يديروا هي انهم غادي يمشيو لعند قريش ويذكروها باللي انهم انسحبوا من بدر الثانيه وباللي الهيبه ديالها راه ضعاف قدام العرب وحتى القبائل، وحرضوهم على قتل رسول الله وباللي كاع العرب غادي يكونوا معاهم وحتى حنا معكم يا قريش، نوضوا قتلوه وضربوه ضربه رجل واحد. هنا غادي توافق قريش على هذه الخطه وجهزت هي والحلفاء ديالها 400 مقاتل ومشات اليهود للقبائل الاخرى في الجزيره العربيه قبيلة بقبيلة كيحرضوهم على القتال. هم مكلخين ما كيقاتلوش ولكن تيهاجموا غيرهم باش يقاتلوا نيابة عليهم. اليهود معروف عليهم انهم غير كيشعلوا العافية وكيتشوطنوا كيهربوا. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. غادي يمشيو الغطفان عند الحلفاء ديالهم حتى هم حرضوهم باش انهم يقتلوا رسول الله وهم عارفين بلي انه نبي ورسول. غادي توافق غطفان وتجمعوا الحلفاء ديالها والقبائل ديالها ومشات اليهود القبيلة بقبيلة وبداو كيهججوهم ضد رسول الله وتجمعوا كاع القبائل العرب كلها بغات ترمي رسول الله بقوس واحد. هنا غادي تجمع واحد الجيش اللي كيتكون من 1000 مقاتل ولأول مرة هاد العدد كبير غيتوجه للمدينة لعند رسول الله باش انهم يقضيو عليه وعلى صحابه. اليهود كتحرضهم والشيطان كان تيكيد لهم وتوجهوا للمدينة. غادي يسيق الخبر رسول الله بلي انه العرب كلها تجمعات والاحزاب تامرات باش يقتلوك انت يا رسول الله. وهنا سيد النبي غادي يجمع الصحابه يستشرهم واش يخرجوا يقاتلوهم او يتسناوهم في المدينه يجوا يقاتلوهم. سلمان الفارسي غادي يقول لرسول الله يا رسول الله كنا في فارس، اذا جات الاقوام كتقاتلنا خندقنا حولنا خندقا، اجي نديرو حتى هنايا نفس الحاجه. قال ليه نعم الراي. الحبيب غادي يجمع الصحابه وكل مجموعه عندها 40 ذراع اللي كيحفروا فيه خندق. غادي يديروا هذا الامر حول المدينه وحيت هي محاطه بجبال من جهه، الجهه الاخرى غادي امر رسول الله باش انهم تما فين يحفروا الخندق. بدأوا الصحابة في التطبيق ورسول الله معاهم كيشجعهم وكيحفزهم وكيحفر معاهم وكيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار وللمهاجرين. شافوا الصحابة في رسول الله أنه كيدعي معاهم وبدأوا كيقولوا في الشعر نحن الذين بايعنا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، وكيشجعوا بعضياتهم على بعض على الحفر وهما تيقولوا الشعر. هاد الوقيته كان الصهد والفترة الزمنية قليلة والجوع لدرجة أنه منهم اللي غادي يربط الحجر على كرشه من شدة الجوع، أما رسول الله من شدة جوعه غادي يربط زوج حجرات على البطن ديالو. من شدة هذا الجوع غادي يقول جابر بن عبد الله لرسول الله يا رسول الله قد صنعنا طعاما في بيتنا اللي غادي تكفينا معاك وبعض الناس، يلا معنا يا رسول الله للدار. لما سمع الحبيب لأنه كاين طعام كيكفي غير واحد الناس اللي هما قلال في بيت جابر غادي يعيط على كاع دوك الناس اللي كانوا 3000 واحد. قال لهم يلا هو لبيت جابر راه صنع لكم طعام. قال لي جابر اي طعام يا رسول الله؟ راه الطعام لبعض نفر يعني واحد 5 ولا الا كثرنا واحد 7 ماشي 3000 شخص، ولكن هذا كان امر رسول الله. الصحابه غادي يمشيو تيجريو لبيت جابر وغادي يدخل معاهم رسول الله وهو يسول فينا هو هذا القدر. قال لي ها هو يا رسول الله كيكفي 8-10 ديال الناس. شاف فيه سيدنا محمد في داك القدر وهو يدعي ونفث فيه وقال الصحابه اجيو. كل واحد منهم تياكل وتيعمر ويعاود ياكل ما بقى حتى شي حد الا وكله. تيقول جابر من بعد ما شفت هاد الناس كلهم كلاو مشيت شفت الطنجره لقيتها مازال باقا عامره وكثر من داكشي اللي كان في الاول. كانت معجزه رسول الله. الصحابه هما تيحفروا الخندق غادي تخرج لهم واحد الصخره اللي كانت كبيره ما قدروش يهرسوها. سولوا يا رسول الله شنو نديروا ليها؟ قال لهم عطوني الفاس غادي يضرب رسول الله ضربه وحده
تفرقات وقال الصحابة الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام إني لا أرى قصورها الحمر الآن وغادي يضرب ضربة واحدة أخرى وبرقت برقة وقال عاوتاني الله أكبر إني أعطيت فارس إني لا أرى قصور المدائن الآن في مكاني غادي يضرب المرة الثالثة وغادي تفتت ديك الصخرة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح صنعاء وراني كنشوف أبوابها دابا وياما معجزات وقعوا مع سيدنا رسول الله والصحابة في هاد الأثناء الصحابة كيشوفوا في رسول الله كيفاش هو جالس يشجعهم غادي يوصلوا الأحزاب نتاع الكفر والشرك للمدينة اللي كانوا 4000 واحد من قريش و6000 من غطفان وقبائل واحدة أخرى غادي يوصلوا للمدينة وبليهم الخندق حبسهم أما المسلمين في المدينة كانوا غير 3000 مقاتل اللي غادي يبانوا لهم هاد الجيوش الكبيرة ولكن ما غادي يزيدهم هاد الأمر إلا إيمانا ويقينا بلي أن النصر لهذا الدين وشعارهم حاميم لا ينصرون كل واحد منهم غادي يشد بلاصته والكافرين لما شافوا الخندق قالوا بلي هذه مكيدة ما كتعرفهاش العرب بغاو يخترقوا داك الخندق وما قدروش حيتاش سهام المؤمنين كانت تبعهم ولكن غادي يلقاو واحد المنفذ في هذاك الخندق اللي غادي يخترقوه وغادي يكون في المواجهة ديالهم علي بن أبي طالب مع واحد تلة من المؤمنين فنزل عمرو بن ود اللي بغى المبارزة نزل ليه علي بن أبي طالب تبرزوا ويقتلوا علي وهربوا الباقية ورجعوا في حالهم المشركين حاولوا باش أنهم يخترقوا الخندق ولكن ما قدروش ديك اللحظة غادي يموتوا 6 من المؤمنين و10 من المشركين حتى من الصحابة تشغلوا على الصلاة من شدة خوفهم وحتى رسول الله ما صلاش العصر حتى غربت الشمس ودعا عليهم مولانا وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ عليهم الله قبورهم وضرهم نارا شكون غادي يستغل هذه الفرصة؟ سيد بني النضير لألف الأحزاب واحد منهم غادي يتسلل للمدينة ومشى لبني قريضة القوم اليهود اللي بقوا في الحلف ديالهم مع رسول الله غيمشي عند السيد ديالهم كعب بن أسد غادي يدق عليه الباب ما حلش حتى قال ليه أنا حيي وعاد حل ليه قال ليه شنو بغيتي قال ليه جئتك بعز الدهر قريش وأسيادها وأشرافها وجيشها وغطفان وأشرافها وأسيادها عاهدوني أنهم ميخرجوش من المدينة حتى يقتلوا محمد وصحابه قال ليه والله جئتني بدل الدهر ما شت من محمد وصحابه إلا الخير والوفاء بالعاد وما غاديش نمشيو نقاتلو معاكم قال ليه بل تقاتلوني تقاتل معايا بدا كيلح عليه حتى قنعو وهاد المرة الدعوة صعيبة اليهود تيجاوروا المؤمنين بالمدينة وفي بيوتهم ما غادي يبقاو إلا النساء والأطفال وحتى حد ما كيحرسهم وبني قريضة غادي يخلفوا العهد غادي يصيفطوا جاسوس اللي كيتجسس على بيوت المؤمنين اللي بقاو فيهم غير العيادات ديالهم وولادهم هنا غادي تشوف داك الجاسوس صفية عمت سيدنا محمد غادي تهز واحد العمود وضربته بيه على راسه وهو يطيح على الأرض ومات اليهود تخلعوا حيتاش كاين اللي تيحضي او لا كاين اللي كيحرس بيوت المؤمنين وما كانوش عارفين باللي انه كانت هذيك غير صفيه سمع رسول الله بهذا الخبر لكن هذا الامر سر وغادي يصيفط واحد الفريق من المؤمنين باش يعرفوا شنو وقع في المدينه وقال لهم ما تقولوهاش للناس مشى سعد بن معاذ وبعض الصحابه وعرفوا باللي انه بنو قريظه خلفوا العهد غادي ينتشر الخبر ما بين المسلمين وتخلعوا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كانوا المشركين في الخارج وبنو قريظه معهم الداخل والمنافقون بداو ينسحبوا يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا غير هما مشاو المنافقون غادي نشق الصف ويا على ابتلاء ومحنة غادي يدوزوا منها المؤمنون الخوف والرعب ومنهم اللي بغى يقضي حاجته ولكن ما قدرش يخلي بلاصتو هنا رسول الله غادي تجيه واحد الإخفاء لما ناطق للصحابة أبشروا بنصر من الله من بعد غادي يمشي يستشر مع المؤمنين أنه يحالف غطفان ويعطيهم ثلث نتاع الثمار ديال المدينه باش انهم يتراجعوا قالت الانصار لا والله يا رسول الله ما غاديش نعطوهم ثمره على الاسلام افنعطيهم ثمارنا على اسلامنا وديننا حنا قبل الاسلام ما عطيناهم حتى شي حاجه ودابا نعطيوهم قال لهم رسول الله شنو نديروا شويه غادي يدخل عليهم واحد الرجل اللي سميته نعيم بن مسعود قالوا ليه شكون انت قال لهم انا من غطفان اسلمت وحتى حد ما عرف بالاسلام ديالي وامرني يا رسول الله اش من خدمه بغيتي ندير لك قال ليه خذل علينا ما شئت انما انت رجل واحد والحرب خداع نعيم كان ذكي غادي يمشي عند اليهود وقال لهم اتعرفون قدري عندكم ومحبتي لكم واني لكم ناصح قالوا ليه تنعرفك يا نعيم قال لهم قريش ما غاديش تقاتل معاكم وغادي تراجع وتخليكم لمحمد
وما تقدروش تقاوموه. قالوا ليه واشنو نديرو؟ قال لهم غادي تطلبوا منهم رهائن باش ما يتراجعوش. قالوا ليه حتى هذه فكره، غادي يمشي عند قريش عاوتاني وقال لهم بلي انه اليهود قد غدرت بكم. اش كتقول؟ قال لهم راه غدرتكم وغادي تطلب منكم رهائن يسلموهم لمحمد وصحابه، واني لكم نصيح امين، غادي تشوطن ما بيناتهم ولكن بالخير. في ليله نتاع السبت غادي ترسل قريش لليهود بلي انه ما غاديش نجلسوا في هذه الارض ابدا الدهر، نوضوا معنا باش نمشيو نقاتلوا محمد. الفريقين هنا بزوج غادي يشكوا في بعضياتهم. غادي تقول ليهود القريش واش عارفين بلي انه ليله السبت والقتال فيها محرم وما غاديش نقاتلوا معكم محمد الا من بعد ما تسلمونا الرهائن. لما سمعت قريش هذا الكلام قالوا صدقكم ناعم، غادي تصيفط ليهود بلي انه ما غاديش نصيفطوا لكم حتى شي رهائن واجيو تقتلوا معنا. والخطه ديال ناعم بدات كتنجح. لما سمعت ليهود بالخبر قالت والله صدقنا ناعم ان قريشا غدرت بينا، وغادي يتهم كل فريق لاخر. ونجحت الخطة نتاع نعيم، وكل فريق من هاد الزوج غيفرق العهد على الاخر. فهاد اللحظات المسلمين كانوا في المعسكر ديالهم كيرفعوا يديهم واشتد الدعاء والاستغاثة بمولانا وتيقولوا اللهم استر عورتنا وامن روعاتنا. اذا برسول الله في ديك الليلة هز يديه للسما وتيقول اللهم منزل الكتاب اهزم الاحزاب وزلزلهم، مولانا استجب لهم. فهذيك الليله غادي يصيفط مولانا جندي من جنوده. عرفتوا شكون هو هذا الجندي؟ الريح اللي كانت شديده القوه والبروده اللي غتنزل فقط على صفوف المشركين وهزت لهم الخيام ديالهم اللي طارت بالسماء والناس ترعبوا وتخلعوا. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فهذيك الليله من بعد ما وصل الحصار شهر رسول الله ما كانش عارف شنو واقع من مورا الخندق، وغادي يجمع صحابو وقال رجل منكم يجيني بخبر نتاع القوم ويكون صاحبي في يوم القيامه. حتى شي حد ما قدر ينوض. علاش؟ حيتاش كلشي خايف وكان وسط واحد الموقف اللي كان صعيب. غادي يعاودها رسول الله للمره الثانيه والمره الثالثه، فاذا رسول الله غادي يشوف في كاتم سره اللي هو حذيفه وقال ليه يا حذيفه قم واتنا بخبر القوم. تيقول حذيفه ما قدرتش نرجع هذا الامر ديال رسول الله حيتاش جاب سميتي موجه ليا. حذيفه غادي يتقنع وغادي يمشي كيتسلل في الخندق، دخل ما بين الصفوف ديال المشركين اللي كانوا مشغولين غير بالبرد والريح والظلام اللي كان حالك. غادي يدخل ما بيناتهم وتيقول بديت كنتلف، شنو تيقع لهاد القوم؟ الخيام كطير والقدور تكفى والناس مرعوبة وكتجري. كنشوف الناس وغادي نشوف ما بينهم أبا سفيان القائد اللي عطى ظهرو للنار باش أنه يتدفئ يسخن بها. غادي نوضع السهم ديالي في القوس حيتاش الناس كانوا مشغولين وهو كان قريب مني. تيقول والله لو رميته بالسهم لا أصابته، ضربة واحدة تكفي باش أنني نقتل قائد المشركين. لكن تذكرت وصية سيدنا محمد سيدنا رسول الله اللي قال لي لا تذعرهم علي لا تحدث أمرا، وأنا نرجع السهم في بلاصته وخليت هذا الأمر ورجعت لرسول الله متخفيا. سولني على الأخبار وأنا نبشر بالخبر باللي الناس كتنسحب، وسفيان قال للناس أيها الناس إني راجع لمكة فمن حب أن يرجع فليرجع معي. بشرت رسول الله بهذا الكلام. من بعد شهر واحد من الخوف والرعب مولانا غادي يصيفط جندي واحد ليسخروا مولانا، شتت القوم على قدو ودعا لي رسول الله وحط عليا العباءة ديالو وانا نعس حتى الصباح. الصباح ما بقى حتى شي حد من المشركين، تشطبات ديك الارض. لما علم رسول الله بالنصر قال الان نغزوهم ولا يغزونا، الان نحن نسير اليهم. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اما سؤال حلقتنا الليله هو اشنو هو هذا الجند من جندي الله اللي صفته مولانا على القوم المشركين اللي خلاهم انهم يتراجعوا ويتلفوا وقذف في قلوبهم الخوف وما قدروش يبداو هذه المعركه. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في حلقه الغد. سلام سلام.